السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متدربين الأفاضل، معكم المدربة حليمة عبد الرحمن السنوسي. في الفيديو هذا نبي نشرح كيفية عنونة الموضوع وإدراج الصورة. طبعا نحن دخلنا على صفحتنا المقررة لنا والمخصصة لنا في البوابة الإلكترونية وتعرفنا عليها وعرفنا كل صفحة أو كل غرفة فيها إيش الدل أو شني نستخدمها أو شو مهامها. نحن طبعا توان بنبدأ في تطبيق المهام، نخش على جنوب الشرقي تطبيق التدريب، ندخل عليها الصفحة هذه نضغط عليها، وإذا كان احنا ضغطنا على الصورة أو ضغطنا على العنوان هن الاثنين عادي نقدر ندخل بهن للصفحة. طبعا هنا اللي هي صفحة الجنوب الشرقي للتدريب، التطبيق والتدريب، نجد فيها عناوين، قلنا نحن كل عنوان عليه رقم أو جنبه رقم، الأرقام هذين كل متدربة فيه كان حتاخذ رقم وتكون كأنها بالنسبة لها اللي هي غرفتها أو موضوعها الخاص بها. يعني أنا مثلا تو الأستاذ حليمة عبد الرحمن ندخل على الموضوع الثاني، معناها في كل مهمة نبي ندرجها تحت عنوان الموضوع الثاني هذا اللي هي تعتبر هي غرفتي، وحنكتبوها باسمي إن شاء الله. بس قبل هيك كلها قلنا نحن لازم نجو عند الأيقونة هذه اللي هي جنب الاسم، نضغط عليها وناخذ ال ال الخيار الثاني أو ال ال الأيقونة الثانية اللي هي تشغيل التحرير، نضغط عليها علشان بهيك نقدر أنا نضيف أي شيء في الصفحة أو في الموضوع متاعنا. نجي هنا عند موضوع رقم 2، تحررت تو عندي صفحة، تمام. نجي عند موضوع رقم 2 هنا، هي نبي نكتب أنا الموضوع أول شيء أو عنونة الموضوع. عندي خيارين، يا إما نضغط على القلم من الخارج هنا لكل تحت كلمة الموضوع، عندنا قلم نضغط عليه على طول حيتحرر عندي أو حتجيني أيقونة نكتب فيها أنا الاسم. وعندي الخيار الثاني عند كلمة حرر، ندخل عليها نضغط عليها ونكتب حرر الموضوع. ناخذ أول شيء عشان نتعرف عليهم الاثنين، ضغطت على كلمة على القلم، جتني هنا نكتب حليمة عبد الرحمن السنوسي. طبعا هذا اسمي، الاسم المقرر لي او باسمي الصفحه هذه اول شيء. ثاني شيء ندير شرطه، نكتب تخصصي شني، رياضيات، ما رياضيات اي مرحله لازم نكتبنا رياضيات الثالث للتعليم الاساسي. بهكي نقعد عنواني واضح او المقرر متاعي واضح، ما فيش اي مشكله، حتى اي حد يدخل يعرف ان الصفحه هذه خاصه بالاستاذه حليمه وخاصه برياضيات الصف الثالث اساسي. لو وحده ثانيه وتكتب مثلا ما اسم تخصصها وحدها شني ثانوي جامعي وهكذا على حسب التخصص متاعك. تمام، هيك شفتوا انا ضغطت عليها اعطتنا الاسم. الطريقه الثانيه اللي هي قلنا احنا عند كلمه حرر فوق نضغط عليها ندير تحرير موضوع ال او حرر موضوع. شوفوا هنا حندخل عليها باذن الله وحتشوفوا، ها شفتوا هنا ايه المربع هذا، نقدر انا نتو كان غيره، لكن انا نفس الكلام اصلا بنكتبه وهو اهو انكتب عندي ما فيش مشكله. تحت الموضوع هذا نرفع الايقونه شوي فوق، ننزل تحت نلقى هنا كلمه ملخص وفيها بعض الايقونات اللي نحن حنحتاجوهن ان شاء الله في كل مهمه نبي ندرجوها. مثلا تو حاليا انا نبي ندرج الصوره، اول شيء لازم ناخذ في عين الاعتبار قبل ما نضغط اي حاجه او قبل ما نضغط على ايقونه الصوره، نضغط تحت هنا نفعل انا المساحه الشغل هذه اللي انا بنشتغل فيها، لازم نضغطها، لو انا ما فعلتهاش مش حتندرج عندي الصوره. نفعلها اول شيء، وبعدين عندي هنا الايقونات، فيه صوره، فيه فيديو نقدر انا نسجله حاليا او فيديو مثلا ناخذه من اليوتيوب او من التليفون او من النت. عندي هنا الثاني شيء اللي هو الصوت، عندي ملفات، اي حاجه نقدر انا ندرج ان شاء الله حناخذوهم بتعمق او ب كل وحدة بمهامها. نضغط أنا على الصورة بالشكل هذا، أول الخيار تحت، تمام.
طلعت لي الصفحة هذه، أول حاجة فوق اللي هو الـ URL، هذه اللي هي الرابط. أنا ما ناخدش المكان الفارغ هذا، لا، نضغط على المكان الرصاصي هذا اللي هو في الرابط، نضغط عليه حتى نفتح عندي الصفحة هذه اللي هي خيارات ملف على طول. او نحن المفروض على طول، حتى لو انا بما اني مستعملته من قبل، حتجي على كلمه رفع ملف. انت اضغط على كلمه رفع ملف علشان تظهر معاك الصوره، زي ما نحن درنا في ادراج الصوره في الـ في الـ في السيره الذاتيه. هناخذ رفع ملف، وبعدين ننزل تحت كلمه اختيار ملف، فهي اللي هي في المستطيل الرصاصي هذه، نضغط عليها حتى هي تظهر عندي خيارات اجراء اللي هنا الخيار اختيار الاجراء اللي هو احنا كيف منين بنجيبوها الصوره هذه. نحن بما ان في الهاتف، نضغط على كلمه ملفات عشان ندخل على ملفات الهاتف عندي. انا المفروض نكون مجهزه عندي الصوره او في الاستوديو او على حسب ما انا بنجيبها. اذا كانت في الاستوديو، نضغط على 3 خطوط هذين اللي احدى كلمه الاخيره، نضغط عليها ينفتح عندي اي خيار نبيه. اذا كان في الاستوديو تحت هنا في الاستوديو، اذا كان في على حسب ما انا نبيه. انا عندي في مجهزتها الصوره في اخر خيار عندي هنا اللي هو في الاخير، نضغط عليها. بس النت هنا شوي ضعيف، مش ظاهره صوره، حتفتح عندي ان شاء الله. ندير كلمه فتح. لما جينا في كلمة فتح هنا، قبل ما ندير حمل الملف في المستطيل الأزرق لتحت هذا، قبل ما نديره عندي اسم الصورة اللي هو تحت كلمة خيار ملف، نمشي عنده لازم نضغط عليه بالشكل هذا وندير اسم الصورة. وزي ما قلنا نحن سابقا، لازم اسم الصورة يكون بالانجليش. نكتب انا اي اسم، او اذا كان ما عنديش اسم او كذا، ندير احرف عادي، اي احرف انجليش نديرهن، بحيث تندرج عندي الصورة تحت الأحرف هذين أو تحت المسمى هذا، بس أهم شيء يكون إنجليش. وبعدين أنا ندير حمل هذا الملف، راح يتحمل معايا الملف إن شاء الله. تمام. جانا هنا اللي هو لما قلنا حمل هذا الملف، جتني الصفحة هذه. طبعا الصفحة هذه لازم أنا نتوقف عندها شوية، فيها بعض الأيقونات لازم نعدلهن عشان تظهر عندي الصورة. أول شيء لازم كلمة حجم هذه نديرها 150 عشان تقدر تسهل حجم الصورة. وبعدين حتى بدون ما نحن المربع هذا، بدون ما نديره، نضغط عليه على طول تنسق عندي الصورة. وبعدين هنا كلمة حجم فوق المربع هذا ندير عليه صح، لازم نضغط على المربع اللي كلمة اللي فوق الحجم هذا، نضغط عليه صح باش الصورة تحمل معايا وتتم العملية. يبقى نحن نركزوا عليه شوية الصفحة هذه. أول شيء عندنا هنا حجم الصورة نديره 150، نضغط على المربع اللي تحته هنا على طول اللي هو تعدل معايا إن شاء الله، ونضغط على حجم او الصح اللي هي فوق هذه، نعطيها ايقونه او اذنه السماح. بعدين هنا ندير سيف اللي هي تحميل او تحميل هذه الصوره. شفتوا هنا ظهرت معايا في الساحه اللي كانت هنا فاضيه بدري، انا ضغطت عليها علشان نحمل فيها الصوره. نقدر انا نعدل الصوره نخليها في المنتصف، نمشيها شويه بالشكل هذا عشان تظهر عندي بعدين في المنتصف. وبعدين ننزل الى تحت اللي هي حفظ التغيرات، نضغط عليها عشان تطلع لي في الموضوع متاعي واضحة في حفظ التغيرات. النت شوية اليوم ضعيف، في صعوبة شوية في التحميل. تمام ان شاء الله شويه بس حتتحمل معايا الصوره وتظهر لنا صوره. شفتوا هنا بقت عندي الصفحه الملخص باسمي، وشفتوا ان شاء الله، ايوه شفتوا. تمام هنا ظهرت عندي حليمه عبد الرحمن السنوسي، رياضيات تعليم ثالثه للتعليم الاساسي، وهنا اللي هو الصوره معنونه او الصوره تدل على الرياضيات. هذا هو، هذه مهمه اليوم. اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.